بعدي حرب، اهلا وسهلا فيك على موقع فوشيا دوت كوم. رح نبدا بدايه من اخر اغنيه طلعتها اللي هي بتامني بالحب. كيف كان صداها من شهر 2 لحد هلا، وامتى حتكون تصوير لها؟ اول شيء مرحبا، يعطيك الف عافيه. امتى رح تكون؟ اول شيء اخر اغنيه عملتها هي بتامني بالحب، هي كانت انعملت للفالنتاين لعيد الحب، وبنفس الوقت قلت خليني اعمل اغنيه رومانسيه. صداها كان رائع جدا لحد هلا، ان شاء الله بعده مكمل. بالنسبه للتصوير افكر اني اصور بس اذا لحقت، لانه هلا كمان في عندي الصيفيه، وصيفيه في عمل جديد. انا برم على الاغنيه الحلوه مهما كانت من شخص معروف او شخص غير معروف، مهم انه حسها عم تقرب لإلي وعم تلمسني مزبوط من جوا، وحس انه انا رح اعطيها حقها للاغنيه. ولبستني لازم تكون مخيطه لإلي. بيآمن فادي بالحب من اول نظره؟ ايه، لا ليكي، لو ما بآمن انا ما في اغنيه عملتها ما كانت طبيعيه عندي، لما كانت حسيت فيها. بتآمن بالحب في ناس كثير ما عرفوا، وقت غنيت بتآمن بالحب من اول نظره قد ما فيها احساس، انا وقفت بنص الاغنيه نزل دمعتي، لاني كنت كثير حاسس فيها وقدمتها باحساسي انا، حسيتها من جوا طالعه. كانت رسالة مني يمكن لإلي. فادي، معروف عنك أنه أنت بتنتج أغانيك، معامل أي عقد مع شركة إنتاج، عندك مدير أعمال، بس شو سبب عدم اتجاهك لهذا الموضوع؟ هو أنت بتخاف من احتكار الشركة للفنان اللي بيصير بالعادة، أو فرض أغاني معينة يمكن ما بتناسبك أنت ما فيك ترفضها، يمكن لأنه أنت ملتزم مع هيدا الشركة، مع أنه يعني اللي بينتج لحاله الفنان هو تكلفة كتير كبيرة عليه، وبيكون مقل بالنتيجة بأعماله الفنية على الساحة. من 2002 لهلا ما كان عندي اداره اعمال، انا اداره اعمال نفسي. هلا بهالفتره صغيره صارت اداره اعمالي مع كريم ابياغي اللي هو صديقي لإلي. يعني انا بحب اشتغل مع الاشخاص اللي تعاملي معهم ما بيكون تعامل مادي، بيكون تعامل صحبي اكثر، لان بحسهم بحبوني وبخافوا علي وبخافوا على مصلحتي، مثل ما انا بكون عندي هالثقه الكبيره فيهم. بالنسبه لشركات الانتاج، للاسف انه منا متواجده بطريقه فعاله، والخوف مش الخوف بانك تشتغلي مع شركه انتاج منا اذا بدنا نقول تحتكرني بهيدي الطريقه، لانه على طول شركات الانتاج رح تعطيكي المجال، وبس تعرف قدرتك على اختيار الاغاني ومعرفتك لانتقاء الاغاني الصح رح تعطيكي اياها. بس هي الخبريه مش هون، الخبريه بعدم تواجدها والوعود الكاذبه اللي بتقوم فيها، وبنرجع من بعدها بمشاك. فلقيت انه التعامل مع شركات الانتاج صعب، انتاجي الخاص رح يكون اصعب، بس ولكن العب وحدك ترجع راضي. بس الافضل انه اكون عم بنتج الاغاني الصح، ما اكون عم بنتج اغاني عم توقع معي وضلني مستمر. الهدف هو الاستمراريه. يعني خلال الحديث اللي عم تقوله انت راضي عن كل شيء قدمته خلال كل هالفتره؟ بجهدي الشخصي كثير راضي، يعني نشكر الله على نعمته. بالجهد اللي انا عملته بالظروف اللي انا فيها أكثر من راضي، يمكن غيري كمان ما كان قدر يحقق هذا الشيء. شو اللي بتعتقد فادي اللي هو كان سبب بنجاحك ووصولك للشيء اللي وصلت هلا حققته لحد هلا بمجالك الفني؟ ربنا. اي أنا كثير بعتقد إنه بكل شيء مرق بحياتي كنت في إلهام إنه أنا أكون موجود بهذه النقطة. حتى التغيرات اللي صارت بحياتي، يعني انا كنت قبل استوديو الفن انا كنت بالمحاماة، فنقطة التحول اللي صارت باني صرت مطرب هي هيك، ما طلعت من الصدفة او من العدم، بس انا كنت احب هيدي الشغلة، بس طلعت من مجرد اختيار، واختيار كثير صعب انتقال مثل ما بيقولوا من مرحلة انه اكون انا اكاديمي لصير لمرحلة مختلفة كليا، عكس يعني. ايمتى رح نسمع شي غنيه خليجيه كونك انت اكثر وقت طبعا موجود هون بدبي؟ يعني انا بدي خبرك شغله، يمكن على طول بيسالوني هذا السؤال انه متى بتغني خليجي. انا يمكن احترامي الكبير للاغنيه الخليجيه ولتاريخ الاغنيه الخليجيه هو اللي على طول بخليني ادرس خطوتي لحتى اقدم هالعمل. يعني منه خوف، هو درايه وهو احترام زايد لهالخطوه اللي بدي اقدمها. فادي، نحن بنعرف انه في شركة عاملة انت واصدقائك اللي هي عبارة عن شركة مثل وساطة بين الفنانين والكلاينت، فينا نحكي تفصيلات عنها؟ شو صداها للشركة؟ كيف عم يكون التعامل فيها؟
هي شركة بيني وبين شخصين أصدقاء لإلي كتير وفنانين بنفس الوقت. الشركة اسمها باي آرتس. هي مش وساطة، هي أكثر هي تواصل بين الفنانين الأصدقاء لإلي وبين المنتجين أو اللي عندهم حفلات أو عندهم إيفنتس واتبر. هي الأكثر طلعت الفكرة من أنه أنا على طول بعمل حفلات، فليش وقتها بيجيني حفلات زيادة أو أوقات زيادة من أشخاص يمكن يكون أصدقاء لإلي قدموا لي الحفلات، ما برفضها أكيد بالوقت الفراغ اللي بكون أنا ما عندي فيه شغل. فهذا اللي حاولت أني أقدمه، وهذا اللي عملناه من وراء شركة باي آرتس. هي شركة فنية، بس هي شركة عبارة عن كفادي وكأصدقاء فادي ممكن يشتغلوا مع بعض، يأمنوا شغل لبعض، وهيك بنكون عم نساعد بعض، عم نطور بعض، عم نجيب شغل أكثر لحالنا وعم ننبسط أكثر بالحياة. طيب إذا بنحكي عن جديدك، شو في تحضيرات جديد؟ جايين نحن على صيف وأكيد في كتير تور حفلات، إذا في مخطط بنعرفه تخبرنا عنه. الصيفية حلوة إن شاء الله، رح يكون في كتير سفر. هو أنا على طول في سفر، بس هلأ رح تكون زيادة سفر كمان بين لبنان وبين برات لبنان. تحضيرات أنه عم حضر الأغنية الجديدة. فينا نعرف تفاصيل عنها أكثر؟ التفاصيل هي أنا عم حضرها. لا غير أنك عم تحضرها، مع مين عم تحضرها؟ شو حتكون؟ يعني هيك شيء. رح تكون سريعة، ما رح تكون ستيل رومانسي، رح يكون صيفية كتير فريش مثل ما بيقولوا، هيك كتير فيها انرجي وكتير فيها بسط وفرح، لأنه الصيف هيك أنا بحسه. أغنية سريعة إيقاعية، يمكن رح تشوفوني فيها كمان مختلف عن فادي اللي شفتوه بتأمني بالحب وأكثر من شباكي وغير عائل بيتوتي، هالأسماء كلها الأغاني رح يكون شيء مختلف. يعني على طول بلش من مرحلة أنه أنا على طول بجدد بحالي من حالي. إمتى متوقع أنك تطلقها؟ إن شاء الله إن شاء الله، يعني هلأ بحضر لها، يعني هلا من بعد بس انزل على بيروت رح بلش تحضيرات فيها، ورح تكون ان شاء الله من بعد عيد رمضان، يعني من بعد عيد الفطر ان شاء الله ينعاد على الجميع بالصحه والعافيه.